استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، خطوات مصر الخضراء. بخطين متوازيين هما تقليل الانبعاثات والتعامل مع التغيرات المناخية المحتملة، أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050. وبالرغم من أن الانبعاثات الصادرة عن مصر من أقل المعدلات عالمياً بنسبة لا تتجاوز 6%، ولكن مصر كانت من أكثر البلدان المتأثرة بالتغيرات المناخية، ولذلك أطلقت العديد من المبادرات الخضراء وتبنت استثمارات صديقة للبيئة. وتعد الاستراتيجية هي أحد أركان ضمان جودة واستدامة مشاريع التنمية والنجاة من الكوارث المحتملة لتغير المناخ. تتبنى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 خمسة أهداف رئيسية. الهدف الأول: تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات. الهدف الثاني: بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به. الهدف الثالث: تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ. الهدف الرابع: تحسين البنى التحتية لتمويل الأنشطة المناخية والترويج للأعمال المصرفية الخضراء. الهدف الخامس: تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ وتسهيل نشر المعلومات وزيادة الوعي بشأن تغير المناخ. تبلغ تكلفة برامج التخفيف التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية في القطاعات كافة 211 مليار دولار، بينما يتراوح إجمالي تكلفة برامج التكيف 113 مليار دولار. وتساهم الاستراتيجية في تمكين مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة، ودعم تحقيق غايات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 باتباع نهج مرن ومنخفض الانبعاثات.